صوب ساب مجيد. واش باقي عندك الوجه مازال تجي لهنا؟ قتل ليها با وقتل والدينا وكتقول لي ما فاهم والو. داكشي اللي بدلت في 1954 دابا ولا لا؟ هاد الماكينه مزيان ما كانت تصدق في الكيوي. خليتي تصدق لك الماكينه وما درتي والو. واش انت باغي تكون مشهور في العالم ولا لا؟ الخدمه ديالك في اللابوراتوار باش تولي دكتور فني. تهناني كتفكر غير في راسك. الماضي ما كيتبدلش. تبارك الله عليك ها رجعت للسبور باش تحلو شويه ديال الستريس صافي اوكي كاعرف كيفاش الصحه كيبقى الفانت كيبقى الفانت ولا عندك شنو كبير شد شنو شي بابا ساعي شنو شي سيرش من شنو شي الحبس للدنيا جيت كله حبس ها سمير علاش مرة كتجي كتسولني على الواليد اش واقع؟ سد داخل لي باش ما تبالي بقى في الحال بيت واحد فيكم مخبرني ما عندها هادشي باش ينفعك مابقاش تقلب على شي حوايج زي اثروا فيك كيما اثروا فيا انا عندك الحق هاد الموضوع خلق لي بزاف مشاكل مع منال شوف سمير منال الله يعمرها دار وباها الله يعمرها دار باها من كان صغير من سيره في الواليد كان كيدافع على راسه كيدافع على امه كيدافع على البلاد هادشي انا كنت عارفه ولكن خاصني شويه ديال الوقت صاحبي باش نتقبلو سيد مجيد حاول باش يرضينا كفر على دمه ولكن انت مشيتي ما عمرك ما رجعتي يا صاحبي سمير حط راسك بلاصتي راني من مات الواليد يا صاحبي وليت كنشوف كلشي كحل ما بقيتش حامل حتى شي حاجه عرفت كان مريض بالقلب وهذاك القرطاس ما زادت زمت صاحبي الحاله ديالو هي اللي زادت كلشي دابا باش تحس واش كنحس حس براسي بنادم جديد ولكن فاتني بزاف ديال الحوايج هادشي علاش بغيت خويا صاحبي يحقق كاع الاحلام ديالو سمعتي ان شاء الله ان شاء الله نتمنوا كل ولد راضي علينا ولكن كاينه واحد الحاجه شنو هي من هذا صاحبي من الله عمرها دار ومثل الناس ومخلقه والله ولدي ما غادي تلقى شي وحده بحالها اللي غادي طردك سعيد بشرط واحد اخويا سعيد الا شدي شي لالا منال اسمح لي عافاك راسي الصديق منال ندخلوا اي واحد انا ما قلتلكش غادي نخدم ولا نسكن هنا بغيت غير ناخذ حوايجي من البيرو ديالي وما باقيش نشوف وجهي غير سمحي لي لالا والله الا حشمه نوقف وجهك ولا اني راه تعليمه ديال السي الصديق هادي ما يدخل حد هي ما يدخل حد اش غادي تخليني ندخل ولا ما غيعجبكش الحال مالكم اش واقع جابك الله استاذ انت قول لها راه ما كرهتش ولا اني راه تعليمه ديال الباترون راه ما نعني ندخل اي واحد وكذا عليا مزيان اسمح لينا صافي منال يلا نمشيو انت ماشي شغلك ما تهضرش معايا عجبك كاع لهنا كل ما عيطت ليها الشصاغه كون كاع ما جيت يمكن نهضر معاك اش بغيتي قلتي لي اشنو بغيتيش كديري هنا ياك بعتي لي باغ ديالك خصني ضروري نوصل ديك الماكينه واخا ماشي مشكل الا نخرجوا من هنا نهضروا في هادشي انت معاك غير المشاكل اما الحل غنلقاه لراسي يلا ما يكونش راس القاصح يلا الحاجه اللي خصك تعرفي هي بلي دابا قانونيا ما بقاش عندك الحق تدخلي للشركه انت علاش جايبني لهنا شكون لي هذا القانونيا ديالك؟ اسيتو اسيتو انا راه خصني نوريك مصلحتك راك ما عارفاش معنو كتلعبي عارفه داكشي علاش خصني ندخل واش غديري؟ غادي نوقف الصديق نحدو راه زاد فيه كيربح الفلوس على دار الناس من ديك الماكينه كيبيع وكيشري في كلشي وانا خايفه ما يكون دار شي حاجه لبابا عندي لك الحل كيفاش
ولكن خذ لك شي لوزه بعدا وتكرم معي شويه. انا جاي. سي حميد. نعم السي. بغيت نسولك الصديق قالك ما يدخل حد ولكن ماشي منال. شفتي استاذ راك عارفني كنحترمك. والله العظيم الا اكد لي على لا منال ما تدخلش غير ما بغيتش نقول لها باش ما نخسرش لها خاطره. راكي بقى راجل ما هذاك. انت هادشي قرات الصباح باش كنا متفقين هي بعت لي باغ ولكن قانونيا من حقها تدخل تهز حوايجها في 5 دقائق. راسي الصديق ملي دخل البارح ما عاودش خرج وزيدون الدكتور فاني دخل مع 9:30 اكد لي بالحرف راسي الصديق عنده شي خدمه مهمه وما يدخل حتى واحد واكد لي على لا منال مزيان. الدكتور فاني إيه مع 9:30 مع 9:30 على منال إيه وما قلت جاي الله يهنيك. الله يبارك فيك أسر. سي بون سي ريلي يلا نمشيو. اش قلتي لحميد؟ والو تقلبت عليه شويه وداك الشيء باش يقول لي ما اشكالو ليه انت ما تدخليش. علاش غيخلوني ندخل دابا؟ وصلوا التعليمات مع 9:30 حنا غادي نمشيو في نفس النهار مع 7:30 ندخلوا. كي غنديروا ليها؟ لابليكاسيون. لا لابليكاسيون لا مازال ما جربتهاش. منال انا ما جربتها في مو كونفيونس يلا نمشيو. حميد صباح الخير. صباح الخير استاذ حميد لاباس؟ الله يبارك فيك لالا. شكون جيتو بكري اليوم؟ كاين شي ما نقضيو؟ لا غير شي حوايج اللي خليت في البيرو وبغيت ناخذهم قبل ما نسافر. ولكن مدام ما يمكنش. كيفاش ما يمكنش؟ على ما فخباركمش ربطنا السيستيم كامل وزيدوا البادج ديالك ما بقاش خدام. ولاني انا غادي نبادجي لك البادج ديالي بما وجد البادج ديالك. مرحبا بك لالا. شكرا حميد. الله يهنيك. عندي بروغرامي لا ماشين. صافي لقيتك غندي بروغراميها. بابا رجعتي؟ عرفتك مازال حي.